الست حمدية حكاية سيدة تصطاد السمك بيديها بدون أدوات صيد للحصول على قوت يومها. بتاخد طينة من المية نفسها وترشها على وش المية، وده بيشل حركة السمك شوي. كيف تسببت الدول الصناعية الكبرى في ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية؟ يعني تحويل الكرة الأرضية إلى حلة بخار عمالة درجة الحرارة تزيد فيها، ده بسبب الدول الصناعية أوروبا وأمريكا. وفي القصص الملهمة سحر ومنى وميرفت سيدة التحدي يروينا قصص نجاحهن في إعادة تدوير الأثاث القديم. طبعاً أي حاجة تتخيلي إحنا بنعملوها، لحد الستار دخلناها برضو معانا، إحنا بنعملوها برضو، وصراحة كل حاجة الحمد لله يعني أتقننا فيها. ومن أسئلتكم، هل يتم منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي؟ طبقاً للدستور وللقانون من حق الأم المصرية تدي الجنسية بتاعتها لأولادها. برنامج حكايات نهاد مع المحامية نهاد أبو القمصان السبت 24 ديسمبر الساعة 8:30 مساء على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.